المزيد ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي الأستاذ أحمد فتحي. أستاذ أحمد أهلا بك، برأيك إلى أين تتجه الأمور في مصر بعد الحديث عن أزمة حقيقية بين المجلس العسكري والقوى السياسية، وفي المقابل ما خطورة ذلك على المشهد السياسي في البلاد؟ المشهد السياسي في مصر معقد للغاية ومتشابك، ويوجد أطراف ليست فقط داخلية ولكن أيضا أطراف خارجية تساهم في إشعال الأمور. فرأينا على سبيل المثال تحرك مظاهرة قيل أنها عفوية من ميدان التحرير، حيث كان المعتصمون من التيار السلفي المعتنق للأفكار الوهابية، تحركوا من ميدان التحرير متوجهين إلى وزارة الدفاع. وبالطبع مع سيكولوجية الجماهير والتجمعات الكبيرة انضم إليهم العديد من المواطنين الذين ربما لن ينتمون إلى نفس التيار السلفي، ولكن بتشير أنه يوجد أصابع خارجية تحرك هؤلاء، ربما يكون ردا على تظاهر المصريين الثوريين أمام السفارة السعودية في القاهرة، ولكنها تظل في سبيل التكهنات. المجلس العسكري أمامه مسؤولية تاريخية رهيبة، وعليه التزام أن يسلم السلطة في آخر شهر يونيو، ولكن أنا بكل صراحة أرى أن الوضع يزداد صعوبة، ولا يوجد أمل حتى في إنجاز الدستور، ولا وربما يضطر في النهاية إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية. في المقابل يعني لماذا يطالب مجلس الشعب بإقالة الحكومة الحالية أو إحداث تغيير وزاري، مع أن هذه الحكومة كما تعلم مؤقتة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية؟ يعني لماذا لا ينتظر المجلس حتى إجراء هذه الانتخابات؟ بالضبط، هذه يعني من روائع الواقع السياسي المصري. الإخوان، تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي الجديد نسبيا على الساحة المصرية، يريدوا أن يكسبوا نقاط. الجميع يعلم أن الحكومة هي حكومة مؤقتة حتى يتم تسليم السلطة في 30 يونيو كما وعد المجلس العسكري سابقا. وأيضا يعني هذا المجلس أثبت فشله ويريد أن يغطي على الإرهاصات التي تحدث فيه، والجلسات التي تبث على الهواء على الشعب المصري جعلت العديد والعديد من المصريين الذين صوتوا لهذا التيار بشقيه الإخواني والسلفي يعيدوا النظر في فاعلية هذا التيار وأدائه المتواضع جدا تحت قبة مجلس الشعب. دكتور، السؤال الأخير برأيك، ما الذي تحتاجه مصر الآن وفي الفترة القادمة، خصوصا أن هناك قوى فاعلة في البلاد قادرة على ضمان حل المشكلات بشكل عام التي تواجهها مصر، لا سيما في مجال الاقتصاد؟ يجب على القوى السياسية في مصر أن تعلي مصلحة مصر في المقام الأول. لا يمكننا أن نعيد تشكيل الدولة المصرية المركزية ونحولها إلى دولة لا مركزية بين ليلة وضحاها. يجب أن يكون هناك أسس تؤصل للنظام الدولة المدني وحقوق المواطنة المتساوية بين كافة أطراف الشعب. فيما يأتي فيما بعد فلنحتكم إلى العملية الديمقراطية. نحن يجب أن نعي أننا نمر في مرحلة تحول ديمقراطي. نحن ليس لدينا تقاليد ديمقراطية يعني متوقفة منذ 60 عاما مثل الدول الأوروبية، ولكن نسترشد بتجارب بعض الدول في أوروبا الشرقية عندما مرت بهذه التجربة التي هي مؤلمة في بدايتها، ولكن يجب أن ننظر على المدى البعيد ولا تكون النظرة قصيرة تحت أرجلنا. إذن سيد أحمد فتحي المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من نيويورك، شكرا على هذه المشاركة.